النهارده جاي اكلمكم عن التابات هواوي. طبعا التابات هواوي لا تقارن باي تابات في السوق، لان التاب الهواوي معظم التابات او كل التابات بتاعت هواوي نازلين بالمعالج كيرن 710 اللي هو بيقدر يشغل لك كل الابلكيشن وكل الالعاب. بلس ان التابات بتاعت هواوي مصممه ان هي تبقى تابات للميتنجز وللاستخدامات بتاعت الاطفال، لان كل التابات نازلين باثنين الساوند سيستم بلس ان اثنين. في ان اتكلم عن التاب التي 10، طبعا التاب التي 10 بيبقى جاي بمعالج كيرن 710 وبطاريه 5100، بلس ان هو بيبقى فيه اثنين سماعه من اليمين ومن الشمال واثنين مايك عشان خاطر تقدر ان انت تستخدمه في الميتنج بتاعتك وان انت تعمل المكالمات وتعمل ميتنج من عن طريق الميتنج زوم بكل سهوله. زائد ان هو جاي بالتصميم من الميتال، فان انت لو هتخلي طفل هو اللي هيستخدمه هيبقى مفيش اي خوف من هو هيكسره او كده. بلس ان هو جاي بشاشه، الشاشه دي واخده الخاصيه التي يو في، والتي يو في ده بتقدر ان هي بتحمي نظر كل الاطفال وكل كبار السن من الاشعه الفوق زرقاء. والتي يو في دي مش هتلاقيها غير في التاب الهواوي وفي كل المنتجات بتاعت هواوي، عشان خاطر هواوي من المهمات بتاعتها ان هي تحمي الانسان وتعيشه في بيئه سليمه وبيئه صحيه. ده طبعا الماكت بتاع التاب، واحب ان انا افرجكم على التاب برده بطريقه سليمه وبطريقه واضحه، فانا هوريكم التاب الحقيقي مش الماكت بتاعه. ده التاب التي 10 بينزل 2 جيجا رام مساحه 16، وبينزل منه 2 جيجا رام مساحه 32. المساحه 16 بتنزل عامله 3000 جنيه، والمساحه ال 32 بتنزل عامله 3500. طبعا التاب الامكانيات ديت وبالماتيريال دوت وبالوضوح الشاشه ديت مش هتلاقي بالسعر دوت حاجه ثانيه. زائد ان هواوي بتديك على التاب ضمان سنه، السنه ديت تقدر ان انت لو حصل اي حاجه ضد العيوب الصناعه تقدر تروح لاي من الفروع هواوي تعمل كل اللي انت عايزه فور فري من غير اي حاجه، وده ضمان من هواوي لكل المنتجات بتاعتها. التاب دوت فيه منه نفس الشكل اللي هو ال 10 انش دوت بس اسمه تي 10 اس، بيبقى الرامات بتاعته الثلاثه والمساحه بتاعته تبقى 64، بيبقى عامل 4300. في من التابات التي 10 في التي 8 بيبقى 2 جيجا رام برضو ومساحات من 16 و 32. التي 8 بيبقى عامل من 2300 لغايه 2400. طبعا كل التابات بتاعت هواوي بتبقى نازله بالمعالج الكيرن 710 وبالبطاريه 5100 عشان تقدر تستخدمها بكل سلاسه وباطول وقت ممكن. زائد ان كل التابات بتاعت هواوي فيها امكانيه الاباء ان انت تقدر تشغل التاب وقت معين. طبعا اسعار التابات الهواوي بالنسبه لكل الناس اللي بتنافس الشركه مفيش منافسه بالنسبه للامكانيات وبالنسبه للاسعار. بالنسبه لي ان هواوي ما بتطلعش منتج دلوقتي من عندها بالنسبه للتليفونات او التابات غير بهديه عليه، وتبقى هديه قيمه مش اي حاجه وخلاص. وطبعا هواوي ملهاش منافس في الموضوع دوت، زائد ان كل التابات بتاعت هواوي هتناسب الاطفال قبل الكبار عشان خاطر عاملين فيها شويه امكانيات كده للاطفال زي خاصيه الاباء اللي انت تقدر تخلي اولادك يستخدموا التاب في اوقات انت اللي بتحددها لهم، زائد الخواص اللي بتبقى الشركه عاملاها عشان خاطر تقدر تقرا زي خاصيه القرايه وخاصيه التي يو في اللي احنا كنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هي بتمنع ضرر الاشعه الفوق زرقاء للعين عند كل الناس. فطبعا التاب هيناسب الاطفال قبل الكبار. شكرا، عايزكم تتابعوا القناه وتسالوا لو في اي سؤال.